واحد ملعب حلوة وعمل ترقيصة حلوة يا ولد، مش بقول لحضراتكم وركلة الجزاء، بقول لحضراتكم عنده إمكانيات وعنده برجل وواخد المساحات وواخد أطراف الملعب. انتقل المرة دي للجبهة اليسرى وعمل ترقيصة حلوة ويغلط أحمد عبد العزيز مودي اللي انفعل وتهور وكان بيعمل تاكلينج ولكن بإهمال ويتسبب في ركلة الجزاء. ركلة الجزاء في الدقيقة 64 لمصلحة الداخلية وفرصة ذهبية جديدة لفريق الداخلية لمضاعفة النتيجة. أول ركلة الجزاء في بطولة هذا الموسم. الموسم الماضي كان عندنا 110 ركلة جزاء. هنشوف أول ركلة جزاء وشايف محمد ماجد أونش اللاعب البديل هو اللي واخد القرار واخد الكرة علشان ينفذ ركلة الجزاء. والحوار الثنائي على بعد 11 متر مع محمود أبو السعود، حوار صعب طبعا لحارس المرمى لكن الجواب بيبان من عنوانه. اللاعب سيريال بيالا تقدم اخترق وادي التهنئة وادي السعادة. نتابع ركلة الجزاء. محمد ماجد أونش اللاعب البديل وابو سعود. محمد ماجد وجول جول جول جول. الهدف الثاني، الهدف الثاني لمصلحة فريق الداخلية بيضيف محمد ماجد أونش بعد ايه؟ بعد 4 دقايق من نزوله الى ارض الملعب بيحط ركلة جزاء مثالية جدا جدا، بيحطها على يمين محمود ابو السعود اللي توقع الزاوية اليسرى ولكن كان التوفيق والمثالية والإجادة من نصيب أونش علشان يتسع الفارق مشاهدينا الكرام ويزيد للفريق.